الخير اللي عندهم صباح ومساء الخير اللي عندهم مساء، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفال هذا غادي يكون توقعات على حسب شهر الميلاد ديالك او على حسب الاختيار ديالك من رقم واحد لرقم 12. مرحبا واهلا وسهلا بالبنات والسيدات اللي كتدخلوا جداد على القناه. فهذا الفال هذا كيكون بصفه سريعه، وكنشوفوا شنو هي الحاجات المهمه في هذه الايام اللي مثلا تردي عليها البال او اللي هي غادي تكون عندك مهمه. العلم لله وكيبقى هذا غير توقعات، وان شاء الله تستفدوا عليها. فان شاء الله يكون خير، وانتي وحدك مع الانفال اللي بغات تختار على حسب شهر الميلاد ديالها، واللي بغات تختار من رقم واحد لرقم 12. نشوفوا الفال ديال البنات والسيدات اللي هما مولودات بشهر واحد، او انتما اختاريتوا رقم واحد. فكيقول لك هاد الخمسة ايام شي شوية النفسية ديالكم غادي تكون نازلة، طاقتكم شوية نازلة. الفال كيقول لكم هنا اهتموا بالوالدين ديالكم، او خصكم ديروا صلة الرحم. بالنسبة للحبيب او الزوج فهو غادي يكون تابع للام ديالو او للاهل ديالو، فكيجي من جهتهم الله يكون لك في العون. فالاهل ديالو بحال ما باغيينكش او كيسببوا لك مشاكل في هاد الايام هادي. بالنسبة اللي اختاروا رقم 2 او مولودات بشهر 2، كيقولك انت انسانة محظوظة هاد الاربعة ايام او خمسة ايام المقبلة، فرص كاينة قدامك، عندك حاجة جديدة في الحياة ديالك، او هداك الروتين اللي كنتي عايشاه غادي تغيريه لحاجة جديدة. عندك خبر مهم غادي تسمعيه، وهاد الخبر هذا غادي تفرحي وتسعدي عليه. بالنسبة اللي اختاروا رقم 3 او مولودات بشهر 3، كيقول لك عندك الحظوظ في رقم 2 او يوم الاثنين المقبل بعد رؤيتك لهذا الفال. عندك فلوس هنا غادي تاخديها بالعدد 2 اللي هي فلوس كثيره، وعندك هنا رد على طلب او على رساله، وكاين مكالمه هاتفيه غادي تسمعيها بعد ساعتين او يومين او يوم الاثنين، هي مكالمه مهمه جدا. بالنسبه للحبيب او الزوج ديالك فكيقول لك الفال ما تخافيش، الحب راه في القلب، واخا ما يكونش كيعبر لك على الحب هاد اليومين هادي فراكي في قلبه وفي عقله. بالنسبة اللي اختاروا رقم 4 او مولودات بشهر 4، عندك من ناحية المادية والمالية امور رائعة، فلوس وكاينة رزقة كبيرة وغادي توصل لك. عندك نصرة او حاجة غادي تشريها، ممكن ذهب او اتات او حاجة كبيرة او سيارة، وكذلك كاين هنا مبلغ كبير بالعدد 5 غادي تحصل عليه. وحتى انت هنا كيقول لك الفال بحال الفال رقم 3، الحبيب او الزوج قلبو وعقلو معاك، والحب راه كاين واخا ما يعبر لكش هاد الخمسة ايام على الحب ديالو فراكي في قلبه. بالنسبة اللي اختاروا رقم 5 او مولودات بشهر 5، كيقولك الفال هنا عندك امور خاصة بالبلاد البعيدة او بالسفريات او مع ناس اجانب، غادي يكون عندك بخصوص هاد الشيء مشاكل او بلوكات او ضغوطات. الحالة النفسية شوية ديالك غادي ما تعجبكش. الى دخل في حياتك هاد الايام شخص جديد يكون انت او ذكر انتبهي منه، لانه ما فيهش خير، ممكن يضحك عليك او يغدرك او يشمتك. وكاين هنا شخص غاب مدة طويلة غادي يرجع لك، ولكن الرجوع ديالو ما فيهش فايدة لك، انتبهي منه. وكاين هنا اللي غادي يخسر، اللي حامله انتبهي للحمل ديالك، لان ممكن يخسر لك الحمل او اللي هي باغيه تحمل، فكنقول لك مازال كاين عندك مشاكل بخصوص الحمل، ما كنشوفهاش مشاكل طبيه قد ما كنشوفها مشاكل روحانيه. بالنسبه اللي اختاروا رقم 6 او مولودات بشهر 6، ممكن يكون عندك سفر لمسافه قصيره وتفرحي عليه، او مشتريات غادي ديريها. كاين البعض فيكم اللي غادي يكون عندها نجاح او فوز او خطوبه او زواج. وكنشوف هنا عندك حظوظ في كل ما يخص الدراسه، العمل، الاداره والمحاكم. بالنسبة اللي اختاروا رقم 7 او مولودات بشهر 7، كيقولك من ناحية المالية امورك جيدة، فلوس وجاياك، غادي تحضري هنا الحفلة او سهرة غادي تكوني فيها او ذبيحة، وعندك فوز على
ممكن شهادة أو رخصة أو عقود أو تأشيرة أو إقامة أو جنسية خلال هذه الأيام المقبلة. بالنسبة اللي اختاروا رقم 8 أو مولودات بشهر 8، كيقول لك الفال انتبهوا، كاين هنا ضغوطات أو سحر أو طاقات سلبية على العتبة ديالكم. من الناحية العاطفية غادي تكوني مهتمة بالعاطفة أكثر شيء، الحبيب أو الزوج غادي يكون محب ليك وكيتقرب ليك وكيعزك وكيحبك، فيه رومانسية، فيه تفاهم، في تقارب، فيه موده ومحبه، ولكن العتبه ديالكم راه خصكم يعني تنظفوها. بالنسبه اللي اختاروا رقم 9 او مولودات بشهر 9، كيقول لك هذه الايام هذه انتبهي من النصب، من الاحتيال، من الغدر، من الخيانه. عندك امور غادي ترتبيها وغادي تقديها، او عندك هنا عمليه تجميل غادي ديريها، او غادي تهلاي في راسك وتقابلي راسك، الشعر والبشره واللبس والجسم والريجيم، غادي تكوني مهتمه بهذه الاشياء. وكاين البعض فيكم اللي غادي تكون مهتمه بتغيير ديكور البيت او تغيير البيت او اصلاحات في البيت ديالها. كاين عندكم هنا رجوع، صلح او لقاء او اجتماع. بالنسبة اللي اختاروا رقم 10 او مولودات بشهر 10، كيقول لك عندك امضاءات غادي ديريها، وعندك هنا حتى انت رجوع او صلح او لقاء، والفلوس ديالك قليلة هاد الايام هادي. بالنسبة اللي اختاروا رقم 11، كيقول لك هنا عليك النفاذ يا لالا. الرجال من كل حدب وصوب، غادي تكوني مقبولة، جذابة، مبهرة خصوصا في المساء، فالرجال تتهافت عليك جدا، مقبولة، محظوظة، الحب كاين، الرجال باغيين يهضروا معاك، باغيين يتسامروا معاك، باغيين يزهاو معاك، باغيين تكوني في الصحبة ديالهم، هذا هو اللي بان لك. وعندك أمور جيدة بالمساء هاد الأيام هادي. بالنسبة اللي اختاروا رقم 12 أو مولودات بشهر 12، كيقول لك الفال ردي بالك من العين والحسد والتبعة، لا من النساء ولا من الرجال، بعدي عليك الناس، مابقيش تختلطي بزاف الناس، مابقيش ديري الثقة بزاف في الناس كيف ما كانوا. فهاد الايام هادي حسن لك تكوني بوحدك، حسن لك انك تكتمي الاسرار ديالك، حسن لك ما تلاقيش مع الناس، حسن لك ما تشاركيش مع الناس. فواحد العشر ايام عطي الراحه لراسك وسيري عطله او استجمام، ديري مساج، ديري حمام مغربي، ارتاحي، نعسي، تهلاي فراسك، هذا هو المطلوب من اللي اختاروا رقم 12 او مولودات بشهر 12. كان هذا الفال ديالكم، كنتمنى لكم الصحه والسعاده وطول العمر. باي باي، ألقاكم على خير.